السنة الماضية كان لنا لقاء وأنا أطلقت عليه أنه لقاء تاريخي كان لاستعراض تقرير السنوي، هذه اللي كانت لأول مرة. والآن لحسن الطالع أيضا نلتقي في لقاء أيضا تاريخي، وهو أن يتم مناقشة الحسابات الختامية مع مشروع الميزانية، وهو الأمر اللي كان يتأخر إلى سنوات، إلى أن فترة من الفترات كانت هناك حسابات ختامية أخذت من الوقت ما يقارب 10 سنوات. وهذا حقيقة بالنهاية جهد نقدره ونثمنه للأخوة رئيس وأعضاء لجنة الميزانية وأعضاء المكتب الفني، لأنه بالنهاية تفعيل تقارير الديوان هو ما يرضي الجهد أو ما يوازي الجهد اللي بذله زملائي العاملين بالديوان.